السيد عبد الحكيم بالحاج او شفيق الجرايه ما تقدرش انت تقوله او الناس الكل نجي تقول المال فاسد او غير المال فاسد. ليس انت مختص في تصنيف المال فاسد. طرح سؤال بشائعات باهي انا مش نجاوبك يا استاذ باحترام. باحترام وانا بسمح كذلك هناك شائعات حول علاقتكم بحركه النهضه. يسمع يقولون يا ولد قعدوا في الندوه موجود راهو مش كذب كذا. سامحني لا لا فرصه تاريخيه فرصه مش نجاوبك قد ما تحب. فرصه تاريخيه باش تجاوبنا. انا فرصه. حول شائعات انك حركه النهضه تدفع لحركه النهضه مقابل ان تغض عنك قضائيا الطرف. جاوبني انا مانيش متهم فيك راه انا فرصه كلامك ساعتمده وسانقله. هذه فرصه باش تدافع مانيش مش اتهامات مانيش من عندي راه ما نعرفكش. تسمح لي باش تكمل. تفضل تفضل فرصه سعيده كون تعرفنا عليك. بارك الله فيك. فرصه سعيده انا باش نقول لكم دخيل كنت اول باب انا تربطني صداقه بالسيد عبد الحكيم بالحاج وانا اذكرني السيد الطيب العقيلي وجود اليوم لهنا لاني اتهمني في الثاني ندوة عملها ما يسمى بالطيب العقيلي أو العقيلي بالطيب لأن بالرسمي ما عرفناش اسمه الحقاني وهذيك صدق راه نقولوها وتوضيح لو كان واحد فيكم يعرف الهوية الصحيحة باش نقولوا باسمه يا الطيب العقيلي يا العقيلي بالطيب ما عرفناش احنا الموضوع هذا أنا ذكرت في الندوة الصحفية اللي عملها سي الطيب العقيلي وقال السيد عبد الحكيم بالحاج جاء وتغدى عند شفيق الجراي وهذا شرف لي أنا بكون صديقي وقلته في التلفزيونات علاقتي بالمال السياسي او بالمال السياسي السيد عبد الحكيم الحاج او رجال الاعمال الليبيين او حزب الوطن ليس محتاج لاموال شفيق الجرايد. وفي بالي عديد الصحفيين المختصين في الشان الليبي ومنهم السيد جمال يعرف ان السيد عبد الحكيم الحاج او رجال الاعمال المنخرطين في حزب الوطن الليبي ليس بحاجه لاموال شفيق الجرايد. فيما يخص الاموال انا مش ندافع عليه وبع المحامين، المحامي ما دوره؟ احنا نعرفوا حتى سفاح نابل في وقت من الاوقات عملوا له محامي، الدولة عملت له محامي، وبمقابل لكل متهم له الحق في محامي. اللي كان ما تشاطرنيش الراي هذا السيد عبد الحكيم بالحاج عنده الحق باش يعمل محامي، انا تجبد فرديا قمت بالسيد تشكي لدى السيد وكالة الجمهورية بالسيد الطيب العقيلي، انا اصبحت طرفا في هذه الموضوع. اليوم ما ذكروا السيد بالنسبة لي، الناس الكل ما عرشتوش على الوثيقة الوشاية التي أصبحت وثيقة وبنيت عليها عديد الصور. أنا بالنسبة لي وشاية كتبها السيد محمد بن عثمان إلى السيد مدير العام الأمن الوطني ومن واجب مدير العام الأمن الوطني أن يثبت في هذه الوشاية. اليوم السيد عبد الحكيم بن حاج قعد فترة دقاها وقعد عندي أنا. اليوم أنا تذكرت في الندوة الصحفية اللي يذكرها وجودي اليوم لهنا لاني اصبحت طرفا في هذه القضيه. خلافا على هذا انا سادافع عن اصدقائي، ندافع على مصالح رجال الاعمال في ليبيا، ندافع على مثل الغرفه التجاريه والصناعيه بصفاقس وامثل رجال الاعمال وادافع على رجال الاعمال. انا في اعتقادي بالنسبه لي لا نسيء الى رموز الثوره الليبيه ورموز النظام الليبي. هناك دوله، أنا في اعتقادي هناك أربع وزارات تقدر أن تتحدث، هي وزارة الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل، ورئاسة الحكومة أو السيد قاضي التحقيق المعني بالقضية، ليس السيد الطيب العقيلي يجيب لنا وثيقة ووجه الاتهامات ويسيء العلاقات التونسية الليبية. احنا نعرفوا اللي عندنا جالية فيها 500 ألف تونسي تقيم في ليبيا، عندنا مظاهرات، عندنا قبائل مشتركة، الشعب الليبي احنا نرفعوه خيانة الليبيين من الإساءة. لأني أنا اليوم بيخرج السيد وزير العدل أو السيد وزير الدفاع أو السيد وزير الداخلية ويتهم السيد عبد الحكيم بالحاج، لابد لي كشفيق الجراية لو ولو حتى صداقتي بالسيد عبد الحكيم بالحاج أن ألتزم الصمت وأحترم بلدي. فيما يخص تمويلي لحركة النهضة هذه كلها ادعاءات. أنا مش أقول لكم حاجة، أنا أقول لك أنت زاد اليوم مبعوث من المخابرات الفرنسية كي تشوش هذا الدعاء، رحت تقول البارح في الفيسبوك، مبعوث من المخابرات الفرنسية كي تشوش هذه الندوة. فأنت هذا مش يضرني. أنا قرأت وسائل الإعلام. أنا قرأت البارح في الفيسبوك. ليس الترشح بالفرنسي. ليس معناها وكالة أنباء بعد أطلق اسمعني كلامك، أنا أعرف ما هو وكالة أنباء. اسمعني هذا كلام نقول أنا. هذايا مستعيك انت الوحيد. انا اقول لك انت مؤجل بالنسبه لي كتب البارح في الفيسبوك
لا يشاع ما يشاع ما يشاع أول إنسان يظهر أول خبر عن سقوط قتلى في مسجد بوزيان هو العبد لله باهي نخدم عن فرق كيفاش تفهمني؟ ليش ما تعرفش أنا نعتذر الأخوة الصحفيين ونعتذر بكل اعتذار. أنا قلت يشاع. أنا أعطيك مثال. أنا نعتذر إذا كنت قصرت إلى أي صحابي. أنا نعتذر. أنا